العام الاجتماعي في هذه الأيام هو الأوضاع التي نعيشها في هذه اللحظات من انفلات أمني غير مسبوق، نهب للممتلكات، يعني حتى أن الإنسان لا يستطيع أن يأمن على أن يمشي في الشارع لخطوات معدودة. أكبر هم نعاني الهم الأمني، الأمن والاقتصاد. إذا توفرت الأمن والاقتصاد يعني قضينا على كل شيء. رسالة توجهها للرئيس لمجلس الوزراء لأي جهة؟ رئيس الجمهورية، إما يعتدل وإما يعتزل. يعتدل أو يعتزل. نعم. نقص المدرسين في المجتمع والجغرافيا، ويعني الحضور يعني ما بيحضروش، يعني المدرسين تغيبوا معنا الدروس، وبعض الدروس مثل اللغة العربية ما قدرسناهاش، والاختبارات باقي 10 أيام منها. الاهتمام بالتعليم، تثقيف الشباب، تثقيف الشباب. أن نبي إيد الفساد. بيوتنا مهدمة في أبين أثر الحرب على تنظيم القاعدة، وإلى حد الآن ما عوضونا، وتدعي الحكومة أنها يعني تمنح النازحين وما فيش منح ولا في شيء. نغري الجامعي وموظف وغير موظف يعني في الحكومة. والله التعليم أسوأ ما يمكن في محافظة عمران بالذات. تطوير التعليم وأن يشجع الخريجين الجامعات. هل يحلوا المساكين ذولا، المساكين الفقراء اللي متشردين في الشوارع، هل يؤذون؟ بس وشكرا. احنا ناس فقراء ومساكين، وحلم الليتين دور رحنا لكم اضحنا الى مرصيف حق عبد العزيز، عايشين له هناك ناكل ونشرب، غير عبد العزيز ما احنا حدا الا الله اللي خلق احنا. ان يلغوا الاحزاب من بلادنا، وان جاء نبايا يمني واحد، يمني واحد من طرف اليمن الى طرفه.